يا هلا ومرحبا جميعا على قناتكم، قناة أحدث صيحات الموضة العالمية والأفكار والنصائح المفيدة والجيدة في الموضة RB Fashion Model. مع تقديم لكم موديلات ونماذج فساتين الخريف والصيف وغيرها الكثير للمقاسات الكبيرة، وأيضا نصائح وأفكار مفيدة وجيدة في الموضة للحصول على إطلالة مناسبة وأكثر أناقة. أفكار ونصائح اللون الأخضر مع الوردي. اللون الأخضر هو لون مهدئ لدرجة أنك عندما ترتديه تشعرين أنك متوازنة، والأخضر رائج جدا هذا العام، لذلك إذا كنت تبحثين عن ألوان لتنسيقها معه فسيكون اللون الوردي بلا شك هو إجابتك. هذا المزيج من الألوان يرق للكثير من مدوني الموضة وعارضات الأزياء، لأن اللون الأخضر هو لون غامق والوردي لون ناعم، يعملان بشكل جيد معا، وعند دمجهم تحصلين على إطلالة أنيقة جداً.